رايحه المطار، اللعيبه دلوقتي وهي رايحه ملعب المباراه حصل موقف كده في الطريق، يمكن معانا على الشاشه جماهير سان داونز كانت بتحاول تعطل، بل عطلت اتوبيس الفريق. نزل اتكلم دكتور محمد شوقي ونزل اتكلم كابتن حسام غالي، وبرضه الجماهير قعدت تعطل الاتوبيس. ليه ما فيش امن يا ايمن؟ ومش عارف، غريبه مش عارف يعني، انا مش شايف وجود الامن. ولكن بعد كده نزل مستر بيتسو موسيماني وكلم اتكلم هو مع البعض، وبعد كده هو شال حتى الإقماع اللي كانت محطوطه بنفسه يعني. وبعد كده الحمد لله طبيعي السكه الحمد لله رب العالمين اتفتحت. طبيعي يبقى قدامك امن يعني، ده من زمان غريبة دي على طول لازم يبقى في امن، موتوسيكلات وكده بيفضلك الطريق المفروض، حتى لو في جماهير كل دي يعني جاي بتحاول تضايقك برضه، عطلك شويه توصلك بس في حاجه انا عايز اقول لك، احنا شفنا مضايقات كتير لما كنا بنروح افريقيا بس مش للدرجه دي. غريبه برضه. لا يعني لا، هو الاغرب ان مفيش، ازاي مفيش هو في عربيه بوليس، في عربيه بوليس يا جماعه. غريبه جدا، غريبه برضه دي قوي. كان هم كانوا بيعطلوا عربيه البوليس. لا هو الاغرب ان هي في جنوب افريقيا يعني ممكن بنشوفها كانت في دول اخرى، لكن جنوب افريقيا المفروض انه يعني من البلد، من البلاد لا واول مره يحصل يا اسامه. اول مره تحصل جنوب افريقيا مع او مع النادي الاهلي كمان. واضح ان هي برضو يعني حصلت الفرديه الماتش اللي فات برضه نفس الكلام مع موسيماني، ونزل للجمهور يعني وكتبوا له يفتك. هي واضح ان هي برضو شويه عارف المضايقات اللي قبل، المضايقات اللي قبل المباراه من بعض الجماهير، حاول يعطلك شويه، وصلك متاخر، يعمل لك شويه توتر.